ايه رأيك نخش فيها؟ هي بص خش يا اصل عم. بتسلم عليا كده بطريقة مش عارف ايه بتاع ما اعرفش ايه وكلام من ده. لا ما تدوس يا عم، ما اعرفش شكلها كده. وانت برضو معايا برضو شوية كده و... طب انا بس انا مش عارف. ده ايه انت خفت منها ولا ايه؟ لا يا عم دوس يا عم، يعني دوس. انا هتسندني ولا حتى هخش معاك، انا متقلقش. هتخش معايا؟ عمرو دخل الحته باراكوتا جاب الضيف وذبح له القطه. خد بالك خد بالك. ايه رايك في لعيب تضحك على ايه؟ ايه رايك في لعيب كوره على بركات. ايه رايك في لعيب كوره بيسيب نادي عاجبك كبير مش زي كده؟ النادي الاهلي وتلاقيه راح نادي صغير صاعد من تحت من درجه تانية مثلا زي نادي كوره؟ طبعا انا بشوفه انه مش وفي، عيب. لازم يبقى يعني مصر على عنده قناعه باللي بيعمله. قناعه من ناحيه ايه بالظبط؟ يعني انت اليوم موجود في مكان معين، مش مفروض تروح تنتقل على مكان تاني. ما هو والله المكان المعين ده انا كنت مرتبط بعقد معاه، هو عقدي، هم خلصوا العقد معايا، فهم اللي مش عايزيني، مش انا اللي مش عايزه. هم مش عايزيننا؟ هو اللي مش عايز. طب هو مش عايزك ليه؟ هو شايف ان انا خلاص دوري خلص في المكان. ليه هو شايف كده؟ والله انت تروح تساله هو بقى، مش تسالني انا. لا يعني مش يعني اكيد انت لو وليه مين النادي؟ النادي. لا النادي هي في لجنه كوره وهي وجهه نظرها كده وخلاص. يعني انت من وجهه نظرك ان انت ما قصرتش؟ لا خالص، وانت تعرف كده كويس الحمد لله انا ما قصرتش. لا انا ما اعرفش حاجه. انت يمكن علشان كان بيتخانق مع المدرب بتاعه على طول. انت اتخانقت كام خناقه في السريع كده؟ يعني انا السؤال دوت يعني عايز رقم وخلاص. يعني هو معروف عنه. اتخانقت كام خناقه مع جوزيه؟ مع جوزيه كتير. يعني في واحده جامده شويه وفي مثلا اتنين تلاته خفاف كده. حبيبي طيب احنا عامه احنا معانا اول فقره معانا رامي، بس انت تعرف انه لازم تسمع كلام الكابتن بتاعك. لا ده احنا لسه هنتكلم بالتفصيل في الموضوع ده. مش انا لازم اسمع كلامه؟ طيب احنا اول فقره معانا. هو لازم يسمع كلامي. انا بفهم انت لازم تكون تلميذ عنده. لا عند المدرب. يعني ما انا كنت تلميذ وخلاص بقى الحمد لله خلصت ودلوقتي خلاص خلصت المدرسه خلاص وكبر وكبر وبقى استاذ. ما ينفعش. خلصت المدرسه لذيذ. ايه رايك المختصر في رامي؟ هو لعيب كويس طبعا وكل حاجه، بس هو طبعا مشاكله كتير قوي مع النادي الاهلي خصوصا مع مانويل جوزيه. بس وبعد كده هو راح نادي المصري الموسم اللي فات اعاره لمده 6 شهور. والسنه دي هو راح الجونه وهنشوفه بقى ان شاء الله يظهر بمستوى كويس مش زي اللي ظهر بيه في النادي الاهلي ان شاء الله. هنبدا بالسؤال الاولاني. مين هو صاحب اخر ضربه جزاء في نهائي افريقيا 2006؟ ابو تريكه، احمد حسن، عمرو زكي؟ لا محمد ابو تريكه طبعا. محمد ابو تريكه طبعا. ابو تريكه معروف طبعا. اخر ضربه جزاء حتى كده لما كان مجريش وكان فاكر ان هي بالظبط كده، وبعد كده بقى ما تيجي اللقطه عليه وهو بيجري بقى تلاقيه ان انا كنت بجري وراه، فانا كنت فاكر ان هو اخر ضربه جزاء. شفتني لما انا عامل فنت؟ ايوه صح كده، كنت لابس 12. طيب في مفيش اي اختلاف يعني. سريعا كده يعني انت بتقولي بتتابعي وكلام من ده، يعني بتابعي رامي؟ مش دايما. مش دايما بس عشان في فتره كده اختفى فيها يمكن عشان الخناقات اللي حصلت مع المدرب. وهو لحد الان بيعترف ان هو لازم يكون هو القائد، يعني لازم ما يكونش تلميذ. الغلط مش عنده، هو بيقول أنا الغلط أنا مش عنده. انا بالنسبه ليا يعني بشغلي انا تحت المخرج بكون تلميذه له. هو المفروض يكون كده علشان شغله يكون ماشي يوميا. انما هو مش حابب كده. وانا مش عارف انا قلت حاجه غير كده. انا كده ما قلتش حاجه غير كده. لا انت قلت دلوقتي من قبل شويه قلت انا بقيت استاذ، عديت مرحله التعليم. لا بقى التهريج يعني مش دلوقتي بقى بتهريج. المهم هتتراجع؟ المهم كويس. من هو صاحب هدف مصر في ايرلندا في كاس العالم 90؟ هدف مصر في ايرلندا في كاس العالم 90. احمد الكاس، اسماعيل يوسف، حسام حسن؟ اسماعيل يوسف طبعا. اسماعيل يوسف. الماتش كان صعب. 1-1. 1-1. تفتكر احنا كنا متقدمين وتعادلنا ولا احنا اللي كنا؟ هو كان 1-0 لايرلندا واحنا جبنا جون في الدقيقه 80. مش فاكر بصراحه. كان اسماعيل يوسف هو اللي جاب جون في الدقيقه 80. يعني مش فاكر. طب هي فنانه يعني انت ايه ما تقول؟ احمد الكاس. متهيألك احمد الكاس اللي جاب الجون. طب تفتكر جابه في الدقيقه كام؟ مستحيل طبعا. مستحيل طبعا. طب انت تفتكر اسماعيل يوسف جاب الجون في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 80 ومفيش حد جاب جوان في كاس العالم غير مجدي عبد الغني واسماعيل يوسف. تشرح لنا الجون
تعادل. هي كان فاول وهو شاطي فاول اسماعيل يوسف وخبطت في المدافع ودخلت. غيرت الماتش ده خلص 0-0 بس مش خلص 1-1. صح 0-0 ايرلندا. 0-0. امال انت كنت بتقترح واحد تاني اللي جاب الجون ازاي؟ مش فاكر. يعني انت قلت وانا مش فاكر كويس بصراحه بس هو تقريبا 0-0 يعني. احنا خسرنا من انجلترا 1-0 بالظبط وكسبنا وتعادلنا مع هولندا 1-1. ايوه وتعادلنا مع ايرلندا 1-1. مع ايرلندا لا 0-0. 1-1 متاكد؟ انا متاكد دي معلومه مبسوط عليها بالعشر. ممكن بقى ممكن الذاكره معلش خلينا انا عامه لازم تاخد في شايله الذاكره منشط ماشي شكلك ضايع منشط للذاكره هجام انت طلعت هجام ولا حاجه خالص يا عم. طيب ما هو اول نادي يلعب له محمد بركات اللي هو انا؟ النصر، السكه الحديد، الترسان. الترسان اكيد طبعا. الترسان. الترسان قبل السكه الحديد. طب انت عرفت المعلومه دي منين؟ مع ان في ناس كتير قوي يجهل الموضوع ده. لا انا صحفي فلازم اكون عارف حاجات زي كده طبعا. لا بس اكيد ليك مصادرك اللي جابت لك خبر زي ده لان الموضوع دوت مش معروف قوي. لا لا انا اول نادي الترسان. نادي الترسان. طبعا انت ما تعرفش طبعا. انت كل فكرك ان انا السكه الحديد. انا عارف تاريخك وعارف الوجبات والحاجات دي. يلا صحيح. يبقى ده يبقى هي المعلومه دي البيتين وال ايوه جبنا النستو. ايوه ايوه وايه تاني؟ والشنب والبانكو والهايكو. لا يعني هل انا لعبت في الترسانه فعلا قبل؟ لا ما اعرفهاش دي بصراحه. انا فتحت عينيا على الدنيا لقيتك في السكه. انا خد بالي انا اكبر. يعني انت كان عندك تقريبا 15 سنه وبتلعب فريق اول ومش عارف ايه. لا انا اكبر منك كتير. ايوه انت عجوز قوي يا بركات. عجوز؟ ايه يا عم انا عندي 33 سنه. طيب عجوز قوي. انت عندك كام سنه؟ 29. انت اكتفك لوحدها عندها 20 سنه. لا عامه انا رامي يعني بعد 3 سنين هيبقى عجوز. لا لا لسه له لسه له بدري. لا هو الهجام الواحد لما يبقى هجام فممكن العمليه تطول وتاخر معاه شويه. صح. عامة انا اول نادي لعبت له السكه الحديد. يعني انا حسين معلش سامحني يعني المعلومه دهيت يمكن انا فعلا رحت نادي الترسانة اختبارات بس انا ما يعني ما لعبتش رسمي. ما تأيدتش في نادي الترسانة. ما تأيدتش يعني انا رحت اختبرت فعلا وبتاع. يعني اللي قالك المعلومه دي كان لازم برضو ايه يديك دقيقه شويه. تكون دقيقه شويه. انما هو نادي السكه الحديد. انما يعني طبعا بسم الله ما شاء الله يعني حاجه تفرح. ونتوقع يعني نسمع اسم حسين. حسين ايه؟ حسين شريف. حسين شريف. اعتقد ان الاسم ده هيلمع الفتره الجايه. شكرا. فاصل وهنرجع لكم تاني. مروه داخله فيها جامد انا مش عارف ليه. انا احنا بعاد عن بعض في كمان. بص دي بينا. يعني والله مش عارف انا أقولك. انا انا المفروض اخجل منه مش هو. والله ده هو على فكره مكسوف منك قوي عشان تبقى عارف. ده هو عامه هو خجول بس يعني خف دلوقتي كان فوق مش خجول ابدا. ليه عمال فوق؟ يعني عينيه بتعاكس. عينيه بتعاكس. لا ازاي بالتفصيل؟ ازاي بتعاكس؟ يعني كده بتعاكس. معرفش انا قلت لك ايه شعري كده. قال لي مراتي بتغير. مراتي بتغير. قلت له مراتك بتغير قوي. قال لي صح يا جدع. ما مراتك بتغير ده انت جاي برنامج هنا ونقعد مع بعض شويه. هتغير من ايه؟ هتغير من بركات اللي انت جاي له. يا ريتك كنت انت اللي بتقدم البرنامج وانا اللي قاعد مكانك هنا على الكنبه. ده انا حظي سيء في كل حاجه. خلص البرنامج وتعالى اقعد هنا. ممكن. تعرف احلى حاجه فيه ايه؟ انا هريحه. سمارو. عايز اسالك سؤال. سمارة طبيعي ولا بحر؟ لا مش شمس. مش شمس يعني انت مش كده؟ بسم الله ما شاء الله. لا لا ده انا ابيض خالص اصلا. ايه يا عم انت مالك تقيل قوي كده ليه يا عم؟ تقول لك سمارك وبتاع وكلام من ده وانت قاعد قافل على نفسك قوي وحاطط البتاع ايه ما فك كده بلاش انت بتكلم نفسك. فك الكتاب. فك يا رجاله. ما مصورش دلوقتي. لو فكتني الاستوديو مش هيحصل. ما مصورش دلوقتي. هو لامم كتافه. خد بالك ده كتاف عريضه قوي. خد راحتك زي فوق. بقول لك ايه فوق. افرد 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 كده. كان قاعد كده عامل ايه؟ ايوه كان قاعد. لا خليه هو اللي افرد بلاش تفرد. افرد قول يلا ورين. ايوه كده ابتديت اهو اتمطع. ايوه مروه معايا في الوابله ليلتنا سودا. يا عم انت طول. والله انا مش عارف اقول لكم يا عمرو. ما ينفعش رامي يمسك البتاع دوت ويقدم واقعد انا على الكنبه. والله الظروف دي ما بتتكررش كتير. طب تعالى انت اقعد هنا يا بركات. خلافات رامي عادل المتكررة مع مستر مانويل جوزيه.
ايه سبب الخلافات ديت والخلافات دي ليه في الوقت اللي انت بتتنقل؟ لو سبت النادي تبقى قاعد هادي جدا ومفيش اي مشاكل. اه لازم تقول الصراحه بقى. ترجع النادي. طب ما انا هقول لك اهو، هقول لك الحاجات الاولانيه كانت بسيطه خالص، اللي هي الحاجات زي اي حد في الفرقه، ممكن يشد شويه، ممكن حاجه في التمرين، تنشان التمرين، مش عارف، الحاجات العاديه جدا. لكن اخر مره خالص المشكله الكبيره لما انا دخلت والناس كلها كانت عارفه، بس طبعا اتطور الموضوع، قال ان انا ضربت ومديت ايدي وبتاع، وانت عارف ان ما حصلش حاجه زي كده. ما اعرفش حاجه وانا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده طبعا. ان هو اصلا يضربني اساسا اللي الناس مش عارفه ان هو جامد قوي يعني. وانت نفسك بتخاف منه، قلت لي كتير انت بتخاف منه. انا بحترمه. لا انت قلت لي انا بخاف. يبقى بخاف. بس فانا اخر مره انا كنت المفروض يعني من وجهه نظري، عشان هقول لك ان انا كنت كويس انت هتقولي لا انا مش عارف حاجه. فانا هقول لك من وجهه نظري ان انا كنت شايف ان انا بتمرن كويس الحمد لله، وكنت لما ببقى بلعب ماتشات ببقى كويس جدا، وانت كتير جدا قلت لي انت بتبقى كويس وممكن تطلع احسن واحد في الماتش. وفاكر ماتش الزمالك بتاع افريقيا، كل حاجه تقول لي انت قلت لي هو مفيش حد بيتكلم في الفرقه، انت من المتحدث الرسمي انت من الناس القريبين ليا قوي في الفرقه. كنا حتى في ماتش الاهلي والزمالك بتاع افريقيا اللي هو خلص 2-2، خرجنا مستر مانويل قال لي كنت انت احسن واحد في الماتش، انت وبركات، انتوا الاثنين الوحيدين اللي لعبتوا. الماتش اللي بعديه كنت احتياطي او بره تقريبا، بس رحنا اليابان لعبت ماتش، رجعنا من اليابان مفيش اي حاجه مشكله بيني وبينه خالص، قعدت تقريبا خرجني بره السكورر حوالي 4 ماتشات ورا بعض. بعد كده حصل بقى المشكله دي. السبب انا ما رضيتش، انا خلاص بقى كنت زهقت وتعبت، فعايز العب كوره. المدرب يعني ما يهموش غير ان الفريق بتاعه يكسب. صح، يلعب بزيد يلعب بعبيد، المهم صح، وده اللي انا مقتنع بيه 100%. عايز الفريق بتاعه يكسب. هل هو لو شايف ان رامي يستحق انه يلعب، هل كان هيتعمد انه ما يلعبوش؟ ولا طبعا. هو شايف من وجهة نظره ان هو يعني مش قادر ان هو ياخد مكانه في الفرقة، وبالتالي هو بيلعب عليه واحد يعني بيثبت وجود اكتر من رامي. اكيد عمل حاجة ضايقته وعمل اخطاء، يعني الكابتن شاف انه مش مناسب انه يتحط في الموضوع ده. لا ده هو من ناحية الاخطاء، لا كتير قوي اخطاء وبتاع. بعدين رامي من الناس المشهوره اللي هي عنده اخطاء. لا يا ريت على قد اخطاء، احنا اخطائنا كلها بتتداوى وبتتعالج، انما مشكلته ان هو خطا بيضرب. بيبقى اخر خطا. لا بيضرب. هو بيلعب مدافع ورامي سجلت كام جون في نفسك؟ 2 بس. 2 3 يعني. 2 3 مش فاكر، انا قلت لك ذاكرتي وحشه قوي. لا ذاكرتك بالذات في الموضوع ده. لا هياخد شاي منشط. انت عارفه ان هو بيجيب جون في نفسه كتير قوي؟ طب ده خساره. يبقى المدرب على حق. ما انا عشان انا كنت فيرود والله زمان يا بركات، انت مش عارفه، فلسه الموضوع ده ما ظبطش معايا كده. لا كده لزازه والله العظيم. انا عايز اعرف، طب شعورك، انا بشوف دايما تعابير وشك بعد ما تدخل في نفسك اجوان، بضحك كل مره، تتضايق وتعمل وتكشر ومعرفش، وبعد كده برضو عادي ما بتتعلمش، برضو ترجع تجيب اجوان في نفسك وتعمل نفسك. طب مش إيه؟ كتير قوي زي ما انت بتقول يعني كده. هو ليا في الموسم جون يعني. ليك في الموسم جون. اقول عنك ايه؟ اصلي؟ لا انا ما بكسبش. انت اصلي؟ لا اصلي، لا لا لا، هو عمره ما كان اصلي. انت اصلي؟ رد يا انت اصلي. انا بصراحه انا مش عارف، هو مش عارف. هو بصي، هو مش عارف يرد عليك، ومش عارف حاسس كمان، هو مش عايز يبص لك، هو عامل كده. لا انا عامل كده فوق، كان متغير. هو واخد موقف وعامل كده. فوق كان غير. انت فوق عملت ايه؟ كان عامل كده ايده. كان قاعد بقى ومفروض والكلام من ده. ودلوقتي مفروض قوي قوي يعني. انت فوق اصلي. اصلي وتحت مش اصلي. لا هنا ضرب مضروب. على فكره عايز اقول لك حاجه، انا اصلي اصلي. انت اصلي اصلي. انا اصلي اصلي، بس هو بقى الظروف هي. والمصري اصلي اصلي. انا بس موضوع، بس ما ضايقنيش الا موضوع المدرب ده خلاص. موضوع المدرب ده يا جماعه، احنا عندنا فقره ثالثه، يا ريت تستنونا، هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني. انت فعلا انت مساعده قوي. لا مش مساعده ولا لا الله. بس ده حبيبي من ايام الجيزه. عامل له الحلقه ليه؟ هو حبيبك ووحش ومش وحش وحبيبك. ما انت عامل له الحلقه ليه؟ ازيك انت غصب عنك قاعد عمال تتكلم معايا عشان انت واخد عامل كده. انا كنت وحش في النادي. طيب هو منازل فيك، نازل فيك عشان تفك شويه. انا كنت وحش في النادي ولا بيفك ولا خصه بجد؟ لا والله انت عمرك ما كنت وحش ابدا. صح؟ لا طب كويس، امال بتقول للناس ان انا كنت وحش؟ رايك في مروان كايه كلام مروه يعني، ولا مروه نفسها كفنانه؟ كمروه كفنان. لا فنانه كويسه طبعا يعني. ايه اللي بيعجبك فيه؟ اوف.
يعني انا ما بصراحه ما بتفرجش كتير يعني انا يعني مش متابع قوي ما اعرفش بصراحه يعني ما تعرفهاش لا عارفها طبعا اسمع عن فيمر وبتاع تسمع ان فيمر لا وعارف شكلها طبعا كويس بس مش متابع ما اعرفش عملها ايه وكده مش متابع بصراحه تعرفش بجد والله مش متابع مش عشان انت قلتي عليا كده والله بس انا فعلا بجد مش متابع انت زعلان عشان قلت لا والله خالص والله خالص لا والله مصر لا كلها معلياها انت بتفطصها لا ما اقدرش افطصها والله مفطصها والله العظيم ما اقدرش لا ايه خايف عشان مراته ما تكونش تشوفه مراتي بتغير قوي انا بتفرج عليه اه هكون بجد خايف تقول كده لا طبعا لا لا مراتي الحمد لله امور ماشيه كويس هكل ان لو 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 فشلت او لو فشلت ما هو فشل يعني على فشلت ما فشلت ولا فشلت فشلت احنا فشلت فشلت يا راجل مش مشكله فشلت يا عم يعني يا عم احنا من عزك والله بص يا انا احنا بنرد لك النجاح انا هقول لك على انا برد لك طب انا هقول لك على حاجه بس زي ما انت بتتمنى لي النجاح وتتمنى عشان انت قلبك ابيض واحنا قلبنا ابيض وقلبنا وقلبي عليك وقلبي عليك ده بلاك قلبه دوت اسود بلاك عارفه البلاك البلاك بتاع الشوارع دوت اسود يعني اسود انت مش معانا ولا ايه انت مش مننا انا بلاك بتاع ايه بص سؤال بقى بسرعه ده حر ولا كسوف لا حر عشان قلت له قلبي حر. عليك اصل انت فشلت لو فشلت فشلتني مره فشلتني انا قلت كلمه واحده بس وانت هتفهم يا بختك بس تقول لك اكتر من عشان فشلت عشان فشلت عشان فشلت كان نفسي انا بقى فشلت انا كمان يلا بينا هنار خد بالك خد بالك اخبار المواهب عندك ايه انا بغني من وانا عندي 5 سنين في المدرسه وبجد الناس بتستغرب من موهبتي بتستغرب من موهبتك ده انت يعني شايف في نفسك حاجات جامده قوي لا انا الحمد لله صوتي حلو جدا طب ليك في الفن والكوره يعني طب تعرف مروه طبعا اشهر من مروه العالم سلام يا ايه انت تعرف رامي دايما بيخسرنا انت اهلاوي ماشي انا شوف انت حتى انت نفسك لما بيقول لك دايما بيخسرنا قلت له انت اهلاوي انت لا عارف ان الجمهور خد عندك الاهلي كتير انا صح يا لهوي عليك انت عندك كام سنه مصطفى انا عندي 14 14 يعني حتى الاجيال الجديده عارفه اللي فيها طبعا لا انا مشهور قوي الجيل الجديد عارف ان انت بتخسر النادي الاهلي وعشان كده مش ضايع الاطفال صغيره كده بس في نفس الوقت برضه شعب بيكسب لو كان عنده 6 سنين او 7 سنين كان قال لك اعرف مروه برضه بس شفت قال لي دلوقتي يا جماعه حد فيكم ما يعرفش مروه عايز يسمع اللي قاله قال لك في نفس الوقت اللي يقول لي لا يبقى كذاب ها بركات درويش تعرف مروه انت ده انت مش سهل انت اكيد تعرف ايه ايه موضوع تعرفتي لا كل الناس تعرفك طب الحمد لله كل الناس بتحبك انت فاكره نفسك زي رامي اوعي تحطي البيت كله في سله واحده واللي ما بيعرفنيش بنقول له ايه لا بنقول له هارد لك ما بيعرفش طب تعرفش درش هتسمعنا ايه في اغنيه ليه بتاعت نفسي عارفها كل مره اغنيه لك دي حلوه احتك كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي اجيلك اقولك انك كلك على بعض عندك بالحاجة طب هو شفت بالحاجة لها ازاي سيبك منه اصل مصطفى مش حاسس خالص منه يعني. مش عارف اركز منه طب انت مش عارف يركز منك ليه فمامشي لا تمشي ليه احنا جايبينك عشان تمشي طب ما هو مش عارف يركز يا بركات عامل له ايه طيب يعني انت عمال تضحك عليا انا مش جاي عشان تضحك عليا انا والله ما بضحك عليك يا مصطفى والله العظيم ما بضحك عليك عم بحلف لك اهو ميرسي يا مصطفى انا اسف جدا معلش ميرسي قوي وان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله انا شايف فيك حاجه يعني حاجه كويسه ولا ايه مره ان شاء الله اهم حاجه انه عندك موهبه الناس كلها بتقول لي كده كل الناس ما هو طبعا اصل الناس يعني ده حاجه معروفه اصل الفنان ما يقدرش كل الناس بتشاور عليه اهم حاجه الناس ما يهمكش واحد او اتنين او الناس يعني في ناس هتبقى قليله الذوق معلش ما كابتن ما تاخدش بالك يعني معلش حقك عليا انت بقى طور موهبتك وتعلم اكتر انا ان شاء الله اتدرب في الصيف ده درب السيف شكرا مصطفى بس حلوه جرأته انه بس حلوه الجرأه بتاعته شكرا مصطفى حلو فاصل ونرجع لكم تاني
حتى واد عنده 14 سنة مش رحمه. مش يا عم ده جاي يهرج يا عم، ده جاي مين اللي جاي يهرج؟ هو مصطفى جاي يهرج. والله صوته حلو. ده انت اللي جاي تهرج، انت اللي جاي مش عارف. صوته حلو، انت اللي صوتك حلو. انا صوته حلو اه، وشعرك حلو كمان. عادي غني معاه. شعرك حلو قوي كده كمان. طب وانت صوتك ايه؟ انا صوتي جامد جدا. بقول لك ايه، طب ما نشوف دويتو كده مع عمرو. يعني 20 اكيد حافظ. انت ما بتعرفش، هو يقول قول جمله بس. انت ما بتعرفش. لا مستحيل اغني. شفت ليه مستحيل؟ ليه كده بيقولها كلام بس؟ انت معاك مروه ومستحيل تغني. ما بعرفش ده انت لو نمره واحد يكسب، نمره اتنين لا، واللي عنده كلمه يبقى يوم ازرق، واللي فاكر نفسه معلم يجي هنا عندنا يتعلم، احنا نعلمه، واللي فاكر نفسه مخلص يجي هنا عندنا ويخلص، احنا نقدمه. لا 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 لا، ما حبش اللي يزود. لا 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 لا، ده انا بمزاجي بفوت وخلاص، انا قلت كلمه بكره هتعرفوا. ايه ده والله انت قالت يعني بمزاجها بتفوت؟ ده هي عماله ترمي لك انت وبتاع وكلام من مزاجي بقى، وانت مفيش اي حاجه. ردي يا بارد يا بارد. انا حظي وحش قوي يا ربي. يا لهوي والله يا عمرو. بس على فكره قلت لك من الاول ما ينفعش رامي يقدم وخليني انا اضيف من جواك نار. والله كنت شفت شويه دوتوهات كانت نانيله في حظنا الهبات. يخلص التصوير هتقتلني بره. لا لا والله عادي خالص، حتى لو قلت اكتر من كده ولا حاجه مفيش مشاكل يعني. ليه يا عم؟ ده عمال بقى يا عم ما ياما ناس قالت يا بركات خلاص يعني. بتقول لك جت على مروه. بشوف جت على مروه. لا يعني مروه خلاص محترم محترم. لا يا يعني جماعه يا ناس. لا 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 بس لا 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 بس ايه جت على مروه؟ لا يعني مروه لما تتكلم عادي مفيش مشاكل يعني. ما هو ياما ناس كتير اتكلمت وحش وبتاع، ما بيزعلش يعني. يعني نقدر نقول يا جبل ما يهزك ريح. علشان هو راجل. ايوه ما بيهاجمش الانثى عشان هو حاس نفسه هو الراجل. على الرغم انا بحييه على 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 يعني على الموضوع ده بالذات، انت قاعده عماله تقولي له مش عارف بزكزك فيه ولا جمله ولا كلمه بتزكزك فيه. نازل فيه نازل فيه بس ما بيقولش اي حاجه غلط. بتزكزك انت؟ مش حد بيجي زكزكك من بس من تحت لتحت. لذيذ. مفيش حد برضه يضحك يا رشيد. طب رامي طبعا يعني انت عارف كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. احنا طبعا يعني اولا انت عارف ان انت حبيبي. حبيبك طبعا. من ايام ايه؟ الجيزه. من ايام الجيزه. انت حبيبي من ايام الجيزه، وما كانش ينفع ان رمضان يعني يعدي وما اجيبش انا رامي عادل يبقى معانا هنا يعني. فطبعا انا سعيد ان انت موجود هنا. احنا طبعا يعني كنا جايبينك يعني شويه رخامه كده وغلاسه كده يعني في رمضان. انت عارف الغلاسه والرخامه كده اللي بنرخمها على بعض كده في رمضان دايما بيبقى لها طعم يعني. فاحنا قلنا بس نيجي نغلس عليك شويه فطروا معانا، ونيجي بس خلي مروه تستفز بيك شويه وكلام من ده كمان يعني. والدبانه دي جايه. والدبانه ده الدبانه ديت انا قلت لك، فاكر انت انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك الدبانه ديت كل حاجه مبنيه على الدبانه. والحر والحر دوت احنا جايبينه وكل حاجه تمام التمام. فيعني ما تزعلش لو كلمه كده ولا كده يعني. احنا كلنا بنحبك وبنقدرك حتى لو رحت فين يا سيدي. وانت في الاهل ولا بره الاهل؟ انت عارف انت اخويا الصغير يعني حبيبي يا بركات. والمواهب طبعا يعني انت عارف اللي زعلانه وبتاع وكلام من ده. مصطفى دوت يعني انت حلال برضو كان جاي بس يكرهك شويه في المزيكا. تعالى مصطفى. ما تشيل ايدك عشان وجهك يبان. مصطفى وحسين كمان الصحفي برضو كان جاي برضو قاعد عمال يالف وبتاع. ناس بس حابه تسلم عليك وتقول لك كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك يا مصطفى. وحسين اللي مش عاجبه رامي وبتاع وكلام من ده وقال لك مستوى اكتر من النادي الاهلي. نتكلم شويه كويس يعني. فطبعا كل سنه وانت طيب. احنا سعداء انك موجود معانا رامي. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. خد بالك بركات ده يا ده لو جالك.